اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم وبضيفي مهاجم الاهلي فريق الشباب علي عمرو. علي، كنا بنتكلم قبل الفاصل على فريق الشباب السنه دي، ما شاء الله بتقدموا مستويات رائعه رغم النقص الكبير في فريق الشباب، لكن ما شاء الله محتفظين بالاداء الجيد. اخر مباراه كمان كسبتوها امام حرس الحدود 5-2، صح؟ تمام. احرزت كم هدف في المباراه دي؟ 3 الحمد لله. طب كلمنا بقى مشوار الدوري السنه دي، واحد انت من هداف الفريق السنه دي ومن هداف المسابقه. الحمد لله، يعني الحمد لله. هو هي دي طبيعه النادي الاهلي، يعني احنا متعودين على النادي الاهلي في كده، يعني احنا بنلعب على البطوله وان شاء الله هناخدها وربنا يوفقنا يعني في اللي جاي ان شاء الله. دور الكابتن شريف عبد الفضيل معاكم. لا، ده دوره كبير قوي بصراحه. يعني هو شغال معايا تخصصي بعد التمرين، كل حاجه بصراحه يعني، وبيعاملني نفسيا كويس. حتى فتره سواريش اللي طلعت فيها الفريق الاول كانت الدنيا مش مظبطه معايا والكلام ده، بس يعني هو احتواني بزياده يعني، وبالنسبه لي مش مدرب بس، يعني هو اخ كبير ليا برضو. ده الهدف اللي انت احرزته في الزمالك السنه اللي فاتت واحنا زعنا المباراه هنا، وكان واحد من الاهداف الحلوه. كلمنا بقى عن الهدف. ده احمد سيد جريب، ربنا يوفقه يعني ويكرمه ان شاء الله في الاتحاد اللي دلوقتي، في عاره. وكان ماتش يعني من احسن الماتشات اللي عملتها في حياتي يعني، الحمد لله. كسبتوا المباراه دي كانت 2-1؟ 2-1. 2-1. قول لي بقى، شايف ازاي النهارده الفرصه ان احنا بنذيع المباريات على قناه الاهلي؟ كمان انتوا فزتوا في المباراه السابقه امام الزمالك السنه دي واحنا ذعنا المباراه دي، برضو كسبتوا 2-1. شايف الفكره النهارده وقناه الاهلي وبننقل الماتشات، بيكون في استوديو تحليلي، بيكون موجود الكابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت، كابتن عادل طعيمه، نجوم كبار بيحللوا كمان مباراه الناشئين. وطبعا انا مش هقول ضغط وكده، عشان يعني احنا مضغوطين في قطاع الناشئين برضو، بس طبعا مش زي الفريق الاول. انت مطالب منك في كل ماتش انك تكسب، مطالب منك اداء كويس. ممكن يكون جديد على لعيبه ان هي تلعب قدام كاميرا ولايف والكلام ده، بس يعني الواحد بيتعود برضو. الضغوطات دي بتعلم، انت عايز تلعب درجة أولى في الفريق الأول، وهو ده اللي كل واحد بيسعى له، وهو ده اللي أنا بسعى له. وإن شاء الله يعني ربنا يكتبها لي. فالمفروض إنك لازم يعني تتعامل إن ده طبيعي، ده النادي الأهلي. شاف الفكرة لما تتعمل من بدري واللاعب يتعود على الأجواء دي، لما يطلع درجة أولى خلاص هو مش اعتاد على الشكل ده. مش هتفرق معاه كاميرا ولا مش كاميرا، أنت بتلعب باسم نادي كبير يعني، أنت كده كده العين عليك. حتى لو معلش حضرتك ممكن ما تصورش ماتشات مثلا بره، بس تلاقي برضو الخبر سمع. فأنت كده كده عليك حمل، فالمفروض بقى أنت تبقى قد المسؤولية دي.